ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم. سيد قصي، بداية مرحبا بك. جريدة الحياة اللندنية تحدثت عن أن العبادي يحدد صلاحيات قادة ميليشيا الحشد بضوء أخضر من السيستاني، ماذا يعني ذلك؟ تحياتي لك وللجمهور قناة الرافنية الأفاضل. أهلا بك. بدءا هذا الموضوع لا أعتقد له صحة، لأنه السيستاني عندما أصدر فتوى الكفائية التي أسس من خلالها الحشد الشعبي الذي لا علاقة له بميليشيات الإجرامية الموجودة منذ عام 2005 والتي دخلت من إيران عام 2003 في القوات بدر، السيستاني كان المفروض أن ينهي الفتوى التي أصدرها في عام 2014 بحجة قتال داعش، ولكن ما يحصل اليوم هو تشريع لهذه القوات غير النظامية المرتبطة بإيران، والقرار الذي صدر من العبادي بإعطاهم امتيازات ودمجهم مع الجيش هي حالة غير صحيحة، وإنما هو تأسيس لحرس ثوري عراقي على الأرض العراقية، والغرض منه هو إبعاد الجيش العراقي خارج المدن وعلى الحدود، وأن يكون هذا الحشد هو الذي يدافع عن هذه الحكومة ضد حتى العراقيين إن فكروا بالانتفاضة أو الثورة على هذه الحكومة. تحجيم الأدوار غير وارد، لأنه القرار الذي صدر هو قرار واضح وامتيازات واضحة، منح حتى الأميين منهم رتب عالية، مما يعني أن هذا الحشد سيكون هو الذي يسيطر على الساحة العسكرية والأمنية العراقية في المستقبل. إلى أي حد يمكن ربط تجديد العبادي بقاء قوات الناتو في العراق ومحاولات يعني تقليم أظافر ميليشيا الحشد؟ أعتقد أن حلف الناتو هو باقي بالتأكيد، لأنه الجيش العراقي وميليشيات بكاملها غير قادرة على حماية شبر واحد من أرض العراق، لكونها لا تمتلك الخبرة ولا تمتلك الإمكانيات ولا تمتلك الإرادة لهذا الأمر، إضافة إلى أن حجمها لا يتناسب ومساحة العراق التي تحتاج إلى قوات واسعة، قوات كثيرة عفوا ومتنوعة وموزعة على كل العراق. وبالتالي حلف الناتو لا يريد أن يخطأ مثل ما أخطأت أمريكا عندما خرجت 2011 ثم يعود مرة ثانية، لأنه الإرهاب حسب تصريحات خبراء أمريكان داعش أو غيرها ما زالت الأرض العراقية مهيئة لدخول هؤلاء بسبب عدم وجود المصالحة المجتمعية، عدم إعطاء حقوق الناس في العراق، الحكومة نهجها طائفي، وبالتالي هذا يجعل من إمكانية عودة الإرهاب أو ما يسمونه إرهاب أو بشكل آخر هي مقاومة ضد هذه الحكومة والتي تسميها الحكومة إرهاب، هذا كله وارد. وبالتالي لا أمريكا ولا التحالف الدولي سوف يخرج من العراق ما دامت هذه الحكومة سياستها طائفية وتعتمد حتى على ميليشيات مرتبطة بإيران لحماية العراق، وهذا هو الأمر اللي يدعو الناتو للبقاء في العراق. وعن بالعودة إلى يعني ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية عن أن العبادي يحدد صلاحيات قادة ميليشيا الحشد بضوء أخضر من السيستاني، إلى أي مدى يأتي اجتماع العبادي مع ميثم السعدي قبل إصدار التعليمات الجديدة التي أقرت تعيين نائب لرئيس هيئة الحشد في هذا الإطار من وجهة نظرك؟ أخي العزيز، أولا هم هذه الميليشيات هي ليست مرتبطة بالسيستاني ولم تؤسس بأمر من السيستاني، هذه موجودة منذ بداية الاحتلال، هذا واحد. قادتها لا يؤتمرون بأمرة السيستاني، بل يعلنون صراحة هم تحت رعاية خامنئي وإيران، هذا واضح، الجميع أعلن هذا الأمر، وبالتالي لا السيستاني قادر على السيطرة عليهم ولا حتى العبادي. والدليل أنه قيس الخزعلي عندما اعترض على القانون وأراد امتيازات أخرى، هذا يعني أنه يراد أن يكون هذا الحشد مرتبط بالكامل بإيران، وقادة مثل قاسم سليماني أو غيره هم من يشرفون عليه تدريبا وتسليحا، وبالتالي هذا الأمر خارج عن إرادة العبادي وخارج عن إرادة حتى السيستاني. ولو كان العبادي يريد أن يغير شيء في هذا الحشد كان مفروض يغيره منذ 6 أشهر عندما انتهت عمليات داعش وخرج من العراق، لا فتوى صدرت من السيستاني لإنهاء هذا الحشد، ولا العباد الذي أشار إلى أن هناك ميليشيات غير منضبطة وهاجمها عدة مرات كونها لا تعمل تحت سلطة الدولة،
لم يستطع إجراء أي شيء، بل بالعكس تقرب منها ودعاها إلى أن تكون بكتلة واحدة بعض الانتخابات، ثم الآن أصدر لها امتيازات واسعة، وهذا يعني أن هذا الحشد باقي وسيكون نواة لجيش رديف لحرس الثوري الإيراني. شكرا لك أستاذ قصي المعتصم، الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.